ضربت موجة السيول المتدفقة هذا الموسم على وديان محافظة أبيان وتسببت بأضرار بالغة للمزارعين. في الوقت الذي كان يتهيأ فيه المزارعون لاستقبال موسم الأمطار وتدفق السيول ككل عام، اتجهوا لحصد محاصيلهم الزراعية خوفا من تعرضها للتضرر، لكن الاستفادة من السيول الموسمية في ري أراضيهم المتعطشة بقيت مجرد فكرة لم يستفد منها أحد، لتصب أغلب هذه الجهات المعنية لمناشدات المزارعين ومطالباتهم المتكررة دفع بخسارة موسم الأمطار وتدفق السيول خارج الأراضي الزراعية. يعني الري لا عملنا أي حاجة، من يوم ما جاء الماء ولا سوينا أي شيء، قام المواطنين والذر الفلاحي اللي في الجول وحروا قدامكم الأسواق المدخلات، والري لم يعمل أي حاجة وشال الأراضي علينا وشال المزارع، والري يجي يتفرق وروح. مطالبات العاملين في هذا القطاع بضرورة استصلاح القنوات الرئيسية لري الأراضي الزراعية، حيث من شأنها الحفاظ على الأراضي والاستفادة من تدفق السيول، لم تلقى آذانا تسقي لها، ما تسبب بإهدار منسوب المياه لهذا الموسم الذي بلغ 4 أمتار في سد باتيس أكبر سدود المحافظة، حيث تعد هذه نسبة مرتفعة لم يصل إليها منسوب المياه منذ أكثر من عقدين، بينما الأضرار التي أحدثتها السيول في الأراضي الزراعية بلغت حوالي 10%، كما تشير تقارير مكتب الزراعة والري نتيجة الإهمال الذي تعاني منه الزراعة في المحافظة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.